الفن الشعبي هو الإرث الفني العفوي البسيط لكن العظيم والمشرف، والذي تتوارثه الأجيال المتلاحقة، ويجب علينا أن نحافظ عليه من الضياع. الفن الشعبي يعني الكلمات البسيطة المتداولة واللي تخص عامة الشعب، لأنها من صميم عامة الشعب. نستقبل اليوم ضيفة مميزة جدا في الأستوديو، ضيفة الكل يعرفها في المكلا، وهي الفنانة أمون باكر. أهلا وسهلا. أهلا فيكم، إن شاء الله يشرفني أني أكون معكم اليوم في الاستديو، وده شيء أفتخر فيه أن يكون لي اهتمام لي. الله يحفظك. إن شاء الله ربي إن شاء الله يوفقني على أني نجيب كلمة تفيد ونستفيد إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. طبعا أنت نورتي نحن اليوم، وصراحة أنا كنت منتظرة لهذه المقابلة، لأنك يعني تعني لكل من موجود في المكلة، الكل يعرف أمون باكر ويعرف الأغاني الجميلة اللي تغنيها. الله يحفظكم ويدوكم، وني شرفني كمان تكون الآن بنتي سالي وني ضيفتها. ربي يحفظها إن شاء الله ويحفظكم جميعا، ويحفظ المصورين من خلف الكاميرا، ويحفظ كل القائمين على هذا العمل، وربي يوفقهم. الاسم أمون محمد باكر معروفة. أيوه أكيد. أيوة. حاليا فنانة شعبية. في البداية كانت بدايتي مع الفن فنانة مطربة مع الأغاني الطربية والأوبريتات بالذات. بداية مشواري معروف، بدأت بالأوبريتات، اللي هو أوبريت الضحية وأوبريت الشموع وأوبريت فدات ردفان، كان اتجاهي. واستمريت فترة مع الأوبريتات إلين يعني حصلت ظرف كده مع الفنانة الشعبية القديرة الله يرحمها ويسكن حلال الجنة قمر هارشة. الله يرحمها. كنت مكونة فرقة طربية، مع فرقة طربية أغاني بالفقية، أغاني محلية، أغاني خارجية يعني خليجية. أيوة. نحن كنا بالبداية متميزين بهذا الشيء. فيوم جاتني الفنانة القديرة الله يرحمها قمر هاشم وقالت بغيتش معاي الجيل ده، معاد بغى الاغاني القديمة، بغى تجديد، بغى اغاني صبح الطلب يعني قليل. بعد ما توفت اللي هي الله يرحمها برضو أمينة ربيع، فلبيت الدعوة اني نحب التراب القديم زمان، وكنت معجبة بالفنانة ده اللي بعد يعني الأولين ذاك ما عصرتهم، اللي هو قوم من الصيرة وشلتها ودينا يعني كنا صغار، لكن قمر هارشة في الوقت اللي كان في قمة الشباب، في قمة يعني إحساسنا وشعورنا العميق بالفن والفن الشعبي والفن، كنا منطلقين. لبيت الدعوة معها أساس أني بكون معها لا في الأغاني الطربية بس في وقتها، وهي بتغني الأغاني الشعبية كالهداني وحق أم الزفين. استمريت معها فترة طويلة، يعني حصلت نفسي كنت يعني نسبة الفن اللي كنا نغنيه نحن لا يساوي شيء عن فننا الجميل ده. حبيته بعمق واستمريت معها، هي تغني وني نستمع، وعاشقت وعشقت الفن عشق الفن الشعبي حق الجميل. ايوه. الين الله يرحمها توفت. الله يرحمها. بس كنت شغوفه، حتى ما كنت نعرف ندوق ولا نعرف نسوي شيء. كانت لي مدرسه. اكيد. مدرسه دخلتها من اوسع ابواب، من ناحيه الايقاعات عرفت، من ناحيه حقنا الفن الشعبي هذا عرفت له يعني، وعشقته ولحد الان نتغناه به عن ظهر قلب من حبي وشغفي به. شيء يعني لما نقول فن شعبي واحد يفتخر انه يقول هذا فني، فني الحضرمي، هذا هو تراثي، هذا هو اصالتي. بعكس الاغنيه لما بتغنينا مثلا حق واحد اجنبي او واحد من برا ما يعني ان احنا شيء. صح، هذه لامس القلب اكثر لانه جاي من نفس البيئه. ايوه. شعور غريب، يعني شعور غريب. انه تحسه قريب منك الشيء. صح. حتى من حبي تعلمت كيف ندق، كنت ما نعرف ندق، دقيت الهاير، دقيت المراويس، وخذت ما شاء الله خبره لا باس بها. ايوه. مع اني تمنيت لو نكون من بدايه حياتها كنت تعلمت معها. يعني معها كنت
المهم اللي تحصلت عليه يعني من المرحومة قمر هاشم الشيء اللي يصير هو اللي شق لي الطريق نحو طبعا قمر هاشم يعني معروفة اللي هو تراثنا الشعبي أيوه. القديم خلاص وقفت عند النقطة دي. لا جديد مسكتي خلاص على التراثي أيوه. على الشعبي تخصصت بالشعبي حتى لما بغني مثلا اغاني تربيه من حق المحضار بس من الاغاني القديمه بغنيها لكن اغاني جديده وما جديده ما عليش فيها ايوه نحن للطلب ولارضاء جميع يعني الجمهور وارضاء الكبير وارضاء الصغير في الى جانب فنانات بشلن هذا النوع من اللي ما عليش شيء خلاص طرب فن شعبي بس تخصص فن شعبي ما عاد لي حبيتي يعني على الرغم انه في البدايه ما كنت يعني مفكره انك بتروحين للفن الشعبي لا أيوة. ما كان يعني زي اي شاب او كان مع القنوات ومع الاغاني اللي نسمعها في الاذاعات وفي القنوات الخارجيه لكن لما جلست واشتغلت مع الحرمه ده حصلت يختلف الفن صح ده اصاله ده ذوق ده فنان الحضرمي بعدين له نكهه خاصه اكيد لو نكهة خاصة تختلف عن الفن اللي سبق يعني حقيقة اني ما اشتغلت في اوبرتات برضه محلية الاوبرتات وتحكي عن واقع وتحكي عن مجتمعات وتقاليد وعادات في مجتمعنا نفسه سواء كانت في البادية او في الحضارة اشتغلت اكثر من أيوة. خمسة تقريبا اوبرتات المحضار بس هنا عند الفن الشعبي شيء جميل طبعا في اكيد محطات مهمه في حياتك يعني ونحن سمعنا انه في كانت سفره لماليزيا شاركتي فيها في الاوركسترا الحضرميه حكينا نحن عن هذا الموضوع الاوركسترا الحضرميه شاركت فيها بمقطع اللي هو هداني اللي هو من التراث الشعبي حقنا وكان بطلبني سجلته على اساس انه يكون في الاستوديو بس ما كنت عارفه انه بيكون مباشر يعني بيكون مباشر ايوه وبعدين تلقينا الدعوه ان هذا المقطع يعني بعد ما عرضوه طبعا على اللجنه او شيء ايوه انه بيطلع ضمن المقاطع الى ماليزيا لبينا الدعوه كانت كيف كانت التجربه؟ كانت تجربه روعه تجربه يعني نحن هذا المقطع طلعني لما ماليزيا شيء عظيم حتى بعد ما غنيت في المسرح الماليزي يعني لما خرجنا من المسرح حصلت شباب وناس حتى جانا ما نعرف يبكون ايش قالوا شيء جميل في نغمه ضخمه في ماده كده يعني تجذبك وفي حزن وفي فرح وفي شيء شوفي ذا المقطع حق الهداني بالذات ايوه بالضبط ايوه اكيد والله حصلت شباب يبكون اكيد ليش تبكوني ما قلت شيء مجرد موسيقى قالوا هو النغمه والصوت يعني يحرك فيك شيء تحس انه أكيد. شيء غريب يحس يحرك اشجانك والناس في غربه والناس في اجانب ما يعرفون الكلام لما نقول هذان يبكون اكيد هم هم يعرفون الكلام أيوه. حقنا ما هم دارين بنقولها اكيد بس النغمه ومع الاسترادا وطلع روعه صراحه صحيح طبعا نحن قبل ما نسمع في النهايه يعني اغنيه اكيد بتأدي نحن حتى مقطع صغير لازم ننوه انها ذكرت الفنانه قمر هاشم طبعا وهذه فنانه معروفه جدا لدى الكل من موجود في حضرموت وكان فنها فن عظيم وفن جميل حتى ان بناتها من بعدها واسرتها يعني استكملوا هذا المشوار فنقدم لهم من تلفزيون حضرموت تحيه شكر تحيه تقدير وفي النهايه طبعا احنا وصلنا الى نهايه الحلقه لكن حابين نحن نسمع كذا مقطوعه حلوه او اغنيه بسيطه قريبه لقلبك وش عادنا بقول لا هذا طلع حظي راضي باحكام القدر لي جابها ربي يا ناس مش معقول وش عادنا بقول هذا نصيبي في الحياه وش عادنا بقول وش عاد نحن بنقول بعد الصوت الحلو ده وبنقول الله يحفظك ان شاء الله نورتي نحن اليوم الله يحفظك منورين الاستديو منور بوجودكم واشكركم على هذه اللفته الكريمه بدعوتي لهذا الاستديو شيء يشرفني طبعا الاستضافه مرت بسرعه
ربما أكيد. ان الكلام كان كلام بسيط وكلام بسيط. جميل ولامسنا احنا كلنا، فشكرا لتواجدك اليوم. شكرا، الله يعطيك العافيه ان شاء الله، وشكرا للطاقم اللي معك، الله يعطيك العافيه. اذا اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه حلقه اليوم، اتمنى ان تكونوا استفدتم واستمتعتم معنا، والقاكم الاسبوع القادم. مني انا سالي فؤاد، كل الحب وفي امان الله.